ولمزيد من النقاش حول الوضع في ديالى مع انتشار عناصر الميليشيات والقوات الحكومية في ظل استمرار الانتهاكات ضد الأهالي، ينضم إلينا عبر سكايب من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات السيد عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك معنا. مرحبا سيدي، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. حياكم الله. بحسب الإحصائيات فإن هناك نحو 60 ميليشيا تنشط عناصرها في ديالى، ما رأيك بهذا الرقم؟ ماذا تفعل كل هذه الميليشيات في ديالى؟ سيدي، ديالى المحافظة المهمة بالنسبة للإيرانيين وللميليشيات التابعة لإيران. ديالى حصت منظمة بدر من بعد الاحتلال إلى يومنا هذا. تتكالب هذه الميليشيات، وجدت هذه الميليشيات وأحدثت صراعات كبيرة جدا بين هذه الميليشيات ومنظمة بدر. ديالى فيها ثلاث منافذ حدودية: سومر والمنذرية وبرويس خان. البرويس خان اللي هو تحت سيطرة الإقليم. هذه المنافذ الحدودية ضرورية جدا لمنظمة بدر، والخلاف القائم أبان آخر الانتخابات وتشكيل الحكومة الأخيرة بعد انسحاب التيار الصدري، وخلاف نور المالكي مع هادي العامري، وتوعد نور المالكي على إنهاء منظمة بدر ومنهم هادي العامري، يعني أشار لهذه الميليشيات لإحداث ضجة وعمل يخالف ما يريد هادي العامري. وبنفس الوقت احنا ما ننسى الخلاف اللي كان قائم مع مدير ناحيه الصيده الرباعي ومثنى التميمي، الرباعي اللي اغتيل قبل ان يعني يجري تظاهرات ضد المحافظ، اغتيل من المحامي اللي الشخص اللي كان خلفه. كل هاي الخلافات ادت الى وجود اكثر من ميليشيا للصراع على هذه المحافظه وموارد هذه المحافظه. والجميع يعرف أن هناك ميليشيات مسيطرة على الحدود وميليشيات تعمل وتسير يعني عصابات التهريب وعصابات القتل والإرهاب. وبذلك بدلاً سيد عبد الرزاق، بدلاً من أن تكون كما هي تعلن وتدعي موجودة لحفظ وضبط الأمن، أصبحت هي المتسببة في الانفلات والفوضى الموجودة في هذه المحافظة. كيف تفسرون هذا التناقض؟ أينما وجدت هذه الميليشيات في أي محافظة، في ديالى أو غير ديالى، وكلنا احنا ننظر ونشاهد ونراقب ونتابع هذه الميليشيات، أينما وجدت هذه الميليشيات يفتقد الأمن في هذه المكانات، في أي محافظة كانت يصير خلل في هذه المحافظة ويكثر فيها القتل والإرهاب والتهريب والاختطاف. أكذوبة أن هاي الميليشيات وجدت من أجل السيطرة على الإرهاب أو من أجل السيطرة على الأمن أكذوبة، وإنما وجود هذه الميليشيات هو الخلل يعني في الأمن داخل هذه المحافظات أو المناطق أو القصبات اللي تتواجد بها هذه الميليشيات الإرهابية، وهذا صار واضح لدى الجميع سيدي. نعم، يعني ألا يثبت ذلك بأن ما يحدث من أحداث هي ليست فردية كما يعتقد أو كما يروج، وإنما هي جزء من الفوضى المنظمة تجاه المواطنين؟ سيدي، حتى القتل والاختطاف هذا كله منظم من الميليشيات حتى يغطون على عمليات التهريب، تهريب الدولار أو المخدرات، تهريب العملاء، دخول الإيرانيين وخروج الإيرانيين من هذه المحافظة، السيطرة على هذه المحافظة رغم أنه أغلبيتها من مكون آخر غير المكون الشيعي، يعني أغلبيتها أغلبية سنية، يغتالون مجموعة من السنة ويغتالون مجموعة من الشيعة حتى يعني يقولون أن العملية عملية إرهاب وعملية طائفية وتوتر طائفي، والحقيقة هو لا، هي صراع بين هذه الميليشيات والخلاف القائم والدائم بين بني تميم وبني عامر. اللي هادي العامري كنا نعرف يعني كان هو ينتخب من البني عامر يعني في هذه المحافظة، وهذه المحافظة مهمة جدا لهادي العامري. هذه الخلافات العشائرية وهذه الخلافات بين الميليشيات وهذه التقاتل بين هاي الميليشيات منظم ومقصود، والقضية مو قضية طائفية على الإطلاق، لكن
للأسف الشديد يذهب الساعدي ويذهب الحمداوي ليقتل مجموعة من السنة بحجة الإرهاب والإرهابيين، وتاركين الميليشيات الولائية اللي تتقاتل بيناتهم. وكنا نعرف أن خرج صلاح زيني اللي انشق من منظمة بدر بسبب أن منظمة بدر منعت عنه أن يرشح باسم منظمة بدر حتى لا تتشتت الأصوات، وانشق عن هذه المنظمة ويعني صار يعمل ضد هذه المنظمة لصالح جهات أخرى وجهات منظمة. هكذا الخلافات القائمة داخل منظمة بدر وخارج منظمة بدر على أرض ديالة يعني أدت كل هذا الإجرام. والحقيقة سنة الشيعة هم بريئين من القتل والاقتتال اللي جاي يصير داخل هذه المحافظة، والمسؤول الأول والأخير هذه المنظمات وهذه الزعامات اللي تقود هذه المنظمات السياسية منها والمنظمات التي تقود إلى التهريب والقتل والاختطاف. بعض هذه المنظمات هددت بالنزول إلى الشارع من أجل الإفراج أو الضغط على الحكومة للإفراج عن الذين اعتقلتهم الحكومة والمتسببين في مقتل الدكتور أحمد طلال المدفعي. هذه اللمحة تدفعني عن السؤال حول موقف الحكومة وحقيقة قدرتها على ضبط الأمور ومعاقبة الجناة وتتبع هذه الأحداث وبالتالي محاولة ضبط الوضع الأمني هناك. يعني سيدي بدون مجاملة، وإحنا بعد ما يعني بلغوا كل المنافذ القبض علينا نتكلم كلمة الحق، بدون مجاملة هي حكومة ميليشيات، هي حكومة تابعة يعني إيرانية واضحة، حكومة تقودها هاي الأحزاب الفاسدة في المنطقة، وحكومة يقودها قضاء تابع لذيول إيرانية يعني فاق زيدان اللي هو كنا نعرفه قاضي الذيول. هذا كلها يعني تؤدي لهذا الصراع المتواجد على ديالة وفي محافظات أخرى. حكومة جيشها دمج، حكومة قضاءها دمج، حكومة أفرادها كلها دمج، جيشين مو جيش واحد، جيش ولائي وجيش يعتقد أنه تابع للحكومة العراقية وقضاء تابع للميليشيات، قوات أمنية تابعة للميليشيات وقوات تابعة يقال إنها حكومية. هذا كل هذا الصراع اللي موجود اللي يقوده من اختارته الميليشيات مثل محمد الشجاع السوداني اللي يذهب للديالة وما يعاقب وما يحاسب اللي هم بالأساس سبب هذا القتل والاغتيال اللي موجود بديالة، يروح يقنعنا باغتيال واحد من الميليشيات حتى يطلقون صراحة بعد كذا يوم، يقنع العراقيين على أنه قائد للعراقيين يعني جميع العراقيين، وهذا غير صحيح. منتخب ميليشياوي، رئاسة وزراء ميليشياوية، جيش ميليشياوي، قضاء ميليشياوي، أجهزة ميليشياوية، الكل تحكم وتقتل بالعراق والعراقيين، واليوم ديالة هي الضحية الواضحة وديالة هي اللي اليوم يعني مشكلة. لماذا ديالة بين الفينة والأخرى؟ ديالة أقرب المنافذ لبغداد مع الإيرانيين، وهذا الأمر يعني إيران من بداية الاحتلال هي تهتم بهذه المحافظة الكريمة وميليشياتها تهتم كيف تسيطر على هذه المحافظة الكريمة. هذا يعني شيء من المستحيلات ان الميليشيات يتركون هذه المحافظه، لكن هي المكاسب، الصراع على المكاسب والمنافذ اللي دعاهم ومشاكل داخليه بين داخل هاي الميليشيات والاحزاب. يعني اليوم عندنا اكثر من 750 ضابط دمج، النزاهه كشفت هاي التزوير اللي صار في منظمه بدر من سبب اشخاص من بني تميم حركوا النزاهه. كل هذا ينتقل من الجاذرية على الأبرياء والطيبين من السنة والشيعة في محافظة ديالة، فتروح ضحيتها هاي الناس الأبرياء. وانتوا شفتوا مصطفى التميمي كيف راحوا 8 من عائلته، أو ذاك الخير اللي راحوا 6 من عائلته بسبب أنه يعني الغش اللي يستخدموه هاي الميليشيات الولائية على أن الصراع طائفي. هو بالحقيقة هو صراع ميليشياوي. نعم. فيما بينهم صراع يريد السيطرة على هذه المحافظة الكريمة، صراع يريد يعبر المخدرات والحشيشة والدولار يجعلها محافظة تابعة لإيران 100%. أشكرك جزيلا سيد عبد الرزاق الحيالي، مسؤول أو متخصص في ملف الميليشيات، كنت معنا عبر سكايب.